للحركه الاحتجاجيه، نورمال هذه. وحنا ما وصلناش الان حتى عامل في الجزائري ما وصل لمستوى المعيشه تاع كريم في الجزائر اللي اقتفاها باللي هذه غادي توقع حتى لا فان دو موند. حنا الان الجزائري راه في مستوى معيشه تاع ميزيريه وتاع مرض وتاع مشاكل اجتماعيه اللي اقتفاها. لما الجزائري العامل لما يدخل يخدم ولا لا يعمل ما عندوش اسبوار، ما عندوش زي ما تلاعب باش يدي سكنه ويتزوج ويدير اولاد، عرف باللي ما كانش الحاله راهي زي ما تراهي كاتاستروفيك. الان ما عندناش حنا ما نخمم كيف واحد يتزوج ويدير حتى هذاك الكريدي اللي كانوا يمدوه باش يشري واحد فريجيدا لما يتزوج ويبدا يخلص بطرف قلعوه. راك فاهمني صديق؟ دوك صديق واحد باغي يدبر على راسك، تا دبر على راسك. سموك حنا صديق بغاو يقولنا دبر راسك جيب بلوتوا، والناس راهي تجيب بلوتوا بطريقات واحد اخرى بالصديقه بالخدمه بصوالح اخرين راهم يصرفوا في الجزائر. دوك صديق الجزائري الان ما راهش في المستوى المعيشه تاع اللي مطلوب يكون عايشها الجزائر. وقلت لك الاحصائيات اللي درناهم وليزيتيود اللي درناهم دراسات وراو هذه باللي المغاربه سون ميو كو نو والتوانسه سون ميو كو نو، هما اللي ما عندهمش هاد الانرجي اللي عندهم. هل نحن البلد وحاله العمال في الجزائريين سوف تصل الى حاله مزيه كالتي وصل اليها العامل المصري مثلا؟ سوف يكون العامل الجزائري له يخدم صباح ويزيد يشتغل المساء مثلا؟ سوف نصل الى حتى احنا وصلنا لها ماشي ونصلها. احنا وصلنا لها ولكن احنا في الجزائر اللي ساعدتنا شويه لا كوريبسيون. فهمتش. راك تفهم باللي الناس قدت تشد روحها شويه بلا كوريبسيون. الناس راهي تدير لا كوريبسيون. بيسكو احنا مع الناس تو القانون عمل عادي الناس باش تكمل شهر كوريبسيون، كل واحد في مصلحه يستعمل لا كوريبسيون باش يكمل شهر ماشي كلهم، ولكن هذه اقليه اللي تستعمل تقدر خاطش الاقليه تقدر دير كوريبسيون ماشي الاكثريه، ولكن هذه الاكثريه هي اللي تاثر على المستوى صديق على العمال الاخرين. دونك سادادير يخدم دو فوا، وكاين بزاف يخدموا دو فوا بزاف، تلقى يخدم في لاسونتي ويخدم في عند بريفي في لاسونتي، معروفه هذه في كل القطاعات. هذه تاع دو فوا راهي نورمال، لي كور ولاو عندنا نورمال نديروا لي كور برا كي المصريين مفروضه قانون هنا ثاني ولا قانون. دونك هاد الصوالح ولاو عندنا بلوس لا كوريبسيون. باسكو في الجزائر بورقه تولي ملياردير، بورقه تولي ملياردير في الجزائر، ورقه واحده الحكومه تعطيك ورقه غدوه تولي ملياردير. فهمت؟ نعم. لكي ننهي حصتنا والحديث معك شيق سيدي الكريم، عندي سؤال شخصي لأنني قرأته وأنا خارج الجزائر، وهذا حادث خطير في بلد ديمقراطي وحر، أن رئيس الجمهورية يسب مدرس في الجامعة. حدث هذا في جامعة وهران منذ سنوات. والله ما خلينا ما نتكلموش عليه، بس كنا كنت أنت كنت حاضر في الحادثة سيدي الكريم. لا كنت من الناس الحادث. كنت من الحادث. هذه ما تقدرش تتهرب عليها. لا ما يقاش ماشي المشكل، ماشي المشكل تكلمنا عليها في ذاك الوقت وتكلمت عليها الناس ودخلت في القضية وواضحة. كانوا صوالح صراو وكان رئيس الجمهورية طلب اعتذار في الـ في الـ في, الـ في الميتينغ. بعد ما خوه اتصل بنا وقالنا سمعوا الديسكور اللي عنده في البارك دي سبور، وتماك طلب الاعتذار وقال صديق نتاسف مع الاثنين اللي صارت معاهم المعركه وخاصه الاستاذ. دونك صديق كانت في اعتذار، ولما تكون كاينه اعتذار نعم. ما يليقناش نزيدوا نكبروها اكثر من الاخرى، ولكن كان في اعتذار رسمي نعم. قد في التلفازه اون ديريكت. نعم لمن فاتهم الحديث عن هذا الحادثه، ان الرئيس الجزائري زار جامعه وهران وسب مدرسا في الجامعه
وكان ينوي ضربه، الا ان ضيفنا الكريم قال له عيب عليك انت رئيس. لا ما قلناش هكذا. بارك الله فيك سيدي الكريم على وجودك بيننا. شكرا لكم اخواننا المشاهدين، اسبوع كريم والى حلقه مقبله. السلام عليكم.